كثير من الناس يشاهد أشياء وقصص خيالية تتكلم عن خاتم إذا لبسته يحقق أحلامك، أو مصباح سحري تفركه ويعطيك 3 أمنيات، وكثير من المشاهدين يحدث نفسه وقتها ويتمنى لو أن هذه المشاهد حدثت له هو شخصيا. طيب هذه كلها أشياء خيالية لم تحدث، لكن هو هكذا يتمنى ذلك. طيب يوجد شيء حقيقي أنت تؤمن به، فلماذا لا تستخدمه؟ كلنا يعرف قصة نبي الله تعالى زكريا عليه السلام عندما اشتكى إلى الله تعالى في الخفاء بأنه كبير في السن وليس له أبناء، فبشره الله تعالى عندما دعا دعاء خفيا، فقال الله تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يذكر لي أحد أئمة المساجد حادثة حدثت له، يقول أنه ذكر هذه القصة، قصة زكريا عليه السلام، في درس من دروس عقب الصلاة. يقول إمام مسجد: فجاءني بعد الدرس رجل يقول لي: أنا منذ سنوات لم أرزق بأبناء، ماذا أفعل؟ فقال له الإمام: ببساطة افعل كما فعل زكريا عليه السلام، ادعو الله تعالى من كل قلبك في الخفاء وهو سيستجيب لك. يقول إمام مسجد: فلقيته بعد أقل من سنة فقال لي: أبشرك. فقلت له: ماذا حدث؟ هل جاءك ولد؟ قال: لا، ما جاءني ولد. فقلت: ماذا إذن؟ فقال: جاءني 4 توائم دفعة واحدة، وكأن الله تعالى عوض لي كل السنوات الماضية من الحرمان. لا إله إلا الله، بالضبط كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.